صباح الخير. أما بلش بتوقعات الأبراج 12 لليوم، رح خبركن عن الناحية العاطفية من شخصية برج الدلو. من أهم الأمور يلي بيطلبها برج الدلو بأي علاقة عاطفية هي الحرية. مع الشخص المناسب منلاقي برج الدلو شخص مثالي، حساس وحنون كتير، بيميل للمزح واللهو والمرح بعلاقته وبيقدم الكتير لإرضاء الشريك. الشخص الأمثل هو يلي بيتحمل صراحة برج الدلو المنفتح يلي بحب الخيال والمخاطرة. صدق والإخلاص هي أساس نجاح أي علاقة مع برج الدلو. طولونا بكرة تخبركن عن علاقة برج الدلو وبرج الحمل، وهلأ نبلش أبراجنا 12 مع برج الحمل. ما تتوقف عند أي نقطة وحاول تسعى دايماً للأفضل، فالنجاح هو الاستمرار. حافظ على دورك وعلى تأثيرك الإيجابي بحياة الآخرين. أما عاطفياً، علاقتك العاطفية عم تستقر تدريجياً. برج الثور، حاول أنك تقوم بأمور مفيدة بوقت فراغك، نظم أعمالك للأيام اللي جاية، ولبي طلبات أهلك وقضي وقت معهم من بعد ما كنت كتير مشغول بعملك. أما عاطفياً، الوضع الحالي ببشر بمستقبل كتير حلو لعلاقتك بالشريك. برج الجوزاء، ما تكتفي بعدد معين من الإنجازات، فأنت بتمتلك قدرات عالية. فكر منيح بمستقبلك وتأكد إنه المثابرة والإصرار تقدر توصل لأهدافك. أما عاطفياً، الأمور تتحسن مع الشريك وبتقدر تعبر عن نفسك بحرية وتكون مرتاح أكثر. برج السرطان، كن صبور وانتظر الوقت المناسب للانطلاق بمشروعك الجديد. ابتعد عن التشاؤم وما تركز على الجوانب السلبية للأمور. أما عاطفياً، ما عم تقدر تغير الأمور اللي زعجتك بعلاقتك مع الشريك وبتفكر تصارحه فيها. برج الأسد، علاقتك بزملائك عم تتحسن وتتطور، وعم تقدروا تتغلبوا على الأمور السلبية بالعمل وتحققوا نجاح كبير واضح لرؤسائكم. أما عاطفياً، علاقتك العاطفية ميز اليوم والرابط بينك وبين الشريك عم يقوى. برج العذراء، أنت شخص اليوم أبداً منه محظوظ، كل الأمور بتعاكسك وما بتقدر تحقق أي نجاح. مشاكل بتزيد وما بتعرف كيف تتصرف بالمواقف الصعبة. أما عاطفياً، علاقتك بالشريك بتضمن لك الحب والراحة وبتبعدك عن ضغط الحياة اليومية. برج الميزان، من الضروري أنك تتخلص من حالة الكسل يلي عم تعيشها اليوم. حاول تغير مزاجك وترجع النشاط لحياتك. أما عاطفياً، بحال قررت تنفصل عن الشريك، ما تخلي اليأس والحزن يسيطروا عليك وعبي كل وقتك بالعمل. برج العقرب، حاول اليوم تتحكم بأعصابك وتتجنب الخلافات مع زملائك ورؤسائك بالعمل، لأن أي كلمة خاطئة منك رح تأثر سلباً على علاقتك فيهم. انتبه على صحتك وما تهمل حالك، وجرب تتخلص من عاداتك السيئة. برج القوس، لازم تلاقي أو تخلق نوع من التوازن بين انشغالك بعملك والتزاماتك تجاه عائلتك. ما تفقد الأمل بالمستقبل مهما تغيرت الأمور أو تعقدت. أما عاطفياً، بتقضي اليوم وقت رائع مع الشريك بيعوض عن المشاكل يلي مرقتوا فيها مؤخراً. برج الجدي، لازم تتصرف بشكل جيد وما تفقد هدوءك رغم التغييرات المفاجئة يلي بتصير اليوم. تعاون مع زملائك بالعمل وابتعد عن العدائية بتصرفاتك معهم. أما عاطفياً، حافظ على الشريك وما ترجع تحكي بأخطاء الماضي. برج الدلو، لازم اليوم تسيطر على عصبيتك وانفعالاتك وتتصرف بشكل عملي ومنطقي. كن شجاع بمواجهة نتائج تصرفاتك. أما عاطفياً، حاول توصل مع الشريك لحل وسط يناسب الطرفين. برج الحوت، لازم تطلب المساعدة من أشخاص مقربين منك، فالمشاكل عم تتراكم وما بتقدر تحلها لوحدك. كن شجاع وما تتردد بالقيام بهالخطوة. أما عاطفياً، تتخلص اليوم من حزنك وحالتك النفسية السيئة بمجرد أنك تقضي وقت صغير مع الشريك. بالنسبة لمولود اليوم، فهو مليء بالحماس والنشاط، عملي ودايم الحركة. خلاق، بيبتكر أمور جديدة وما بيخاف من الفشل. محب ومحبوب، بيفهم الآخرين كتير منيح وبيعرف كيف ياخد منه الأمور يلي هو بحاجة لها. ما بيسمح لحدا يتدخل بشؤونه وبيكره القيود. متقلب ومزاجي، متعلق بعائلته وحنون كتير مع أولاده. من مواليد اليوم الممثل البريطاني كريستيان بيل. ولد كريستيان عام 1974 ببريطانيا، ومن صغره كان يحب التمثيل وجذب الأنظار له من خلال مشاركته عن عمر 14 سنة بفيلم Empire of the Sun للمخرج ستيفن سبيلبرغ. إن
شهر بدور باتمان وقام بتمثيل عدة أفلام، نذكر منها Terminator, Public Enemies و The Fighter يلي حصل على دوره فيه على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل بدور مساعد. هذا كان كل شيء لليوم مشاهدينا، بريك صغير ومنكفى من بعض ام تي في لايف مع إيت رايت.